برضه في معرض البناء السنة اللي فاتت اتكلمنا عن الصفائح الحجرية، ولكن أنا حاسس بتطور السنة دي. يعني ما بقاش أشكال مش معلومة أو أشكال مش معروفة، لا يعني أنا شايف ده الشكل الترافنتينو صفائح حجرية. أنت أصلا لو ركبته ما هتعرف إنه صفائح حجرية، لأن فعلا التكشر بتاعه أو الملمس الخارجي صفائح حجرية حتى الشكل. بصراحة في تطور شوية من حيث الجودة. في برضه هنا نفس التكتشر، ده طبعا تكتشر حجر بحت، يعني ما ممكن يتعمل خارجي كأنه حجر. طبعا كل ما يبقى صغير يديك تكتشر أو شكل الحجري الطبيعي، لأن أنا حاسس كده اللي هو أنت شايفه كأنه صناعي فعلا، باين إن التقسيمات لو اتكررت هيبقى شكلها مش لطيف، انما لو اتعمل بعشوائيه شويه هيبقى شكل الصفائح الحجريه دي احسن ما يكون. برضو هنشوف عينات تاني بعض الاشكال. برضو انا دايما عندي قناعه كل ما يبقى الصفائح الحجريه بالذات كل ما تكون ستاندر كل ما يكون اشيك. يعني ده ستاندر، ده كله ستاندر، او مثلا حجمين او ثلاث احجام، ما يكونش كله عبارة عن صفايح مثلا بمقاسات كبيرة فتحس اللي هي صناعي، لا كل ما يبقى متقسم وفي تقسيمات زي ده كده كل ما يبقى تحس انه احسن او اشيك او طبيعي. لان يعني دايما كل ما تبقى حاجة بديل حجر بديل رخام بديل بيكون دايما الشخص بيحسها اللي هي ارخص، انما كل ما انت مثلا تقسمها بتقسيمات غير متساوية او عشوائية او راندم بتكون طبعا ما تحسش اللي هي صناعية، شكلها اشيك.